يعطيكم ألف عافية. بعدما ثبت لدى البعض أن الرصاص المطاطي الذي كان يطلق على الثوار في بيروت هو رصاص خاص، رصاص مطاطي خاص بالحيوانات وحصرا بالخنزير، وبعدما ثبت أن هذا الرصاص المطاطي قديم العهد وليس بجديد، نتقدم من المحامين الكرام طالبين منهم رفع دعوة على القوى الأمنية وعلى من يقف خلفهم ومن مولهم بهذا الرصاص، ونعتبر أن هذا الرصاص إنما هو استعمل لقتل المتظاهرين وإلحاق الضرر بالمتظاهرين، وهذه جريمة علنية يجب أخذها بعين الاعتبار. هذا يعني يعتبر بلاغ بعهدة الدولة، ونتمنى على الذين معهم هذا الإثبات أن يبقى معهم وأن يعرض في أوقات أخرى. نتمنى تحريك الأمر على أعلى مستوياته حتى لا يسقط ضحايا بعد اليوم بهذه يعني الطريقة الوحشية. شفنا بتر أعضاء، شفنا صراحة أذى ما بعد أذى، تفاجأنا من هذا النوع. كل مرة نشوف رصاصة بطريقة غريبة عند الشباب، كل مرة نلاقي جرح غريب عند الشباب، لكن نتفاجأ أنه بعد طبعا عرض علينا أحد الشباب المختصين بالصيد أنه هيدا الرصاص هو لقتل الخنزير وليس رصاص مطاطي ضد متظاهرين. اقتضى التوضيح. نتمنى تحريك هذه القضية وهذه جريمة قتل، نعم هي جريمة قتل لاستهداف المتظاهرين في بيروت، إنما بطريقة ملتوية أخرى من نوعها.